ورا الباب ده مجتمع عمراني راقي ومتكامل. كومباوند البروج هو أول مشروع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز الإماراتية في مصر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 77 مليار جنيه. المشروع ضخم جداً على مساحة 5 مليون متر مربع في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في شرق القاهرة، على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وعلى بعد 20 دقيقة من التجمع الخامس. بتصميمات معاصرة تتسم بالاستدامة وبتوفر كل احتياجات الحياة العصرية والمستقبلية من أنواع الوحدات المختلفة، شقق، دوبلكس، تاون هاوس، توين فيلا والفيلات المستقلة، ومساحات مختلفة كمان ما بين 70 إلى 450 متر مربع، ممكن تتسلم نص تشطيب أو متشطبة بالكامل بس بأعلى معايير الجودة. وبتوفر شركة اتصالات مصر جميع مناطق ووحدات المشروع بخدمات الاتصالات الثلاثية تريبل بلاي. المشروع بيتنفذ على 4 مراحل تنتهي في 2029. لحد دلوقتي اتباع أكتر من 4425 وحدة، اتسلم منهم 2120، وساكن أكتر من 600 أسرة بالفعل حاليا، وسيتم تسليم 2000 وحدة خلال 4 سنوات. المساحات الخضراء المفتوحة بتمثل 80% من المشروع، وده غير بارك بمساحة 70 فدان بينتج منتجات زراعية أورجانيك. وتضم البروج مجمع تجاري وإداري متكامل، وهو البروج بيزنس بارك، بمساحة بنائية 120 ألف متر مربع، بيتكون من 12 مبنى تم تنفيذ 9 منهم، ويضم كل أنواع المكاتب الإدارية والمحلات والمطاعم المتميزة، ويتم إدارة المشروع من قبل القرية الذكية. ده غير افتتاح مكتب أحوال مدنية لخدمة سكان الكومباوند وجميع المواطنين. وبتضع البروج الأطفال أعلى قائمة الاهتمام، حيث يضم البروج مدرستين، أحدهم مدرسة كادمس الدولية تحت إدارة سابس صاحبة مدارس الشويفات المشهورة، واللي بالفعل تم افتتاحها في سبتمبر 2023. ويتم إنشاء نادي البروج على مساحة 51 ألف متر مربع، وبيضم أول مدرسة كرة قدم لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أفريقيا، ويضم النادي أيضاً العديد من الملاعب والمرافق الرياضية. والترفيه والرقي في البروج بيتمثل في مركز البروج الثقافي، وهو مسرح يتسع لأكثر من 5000 شخص، وبالفعل استضاف كتير من الفنانين منهم عمر خيرت، إليسا، تامر حسني ومحمد حماقي. ويضم البروج أيضاً مول تجاري بمساحة تأجيرية حوالي 48 ألف متر مربع، وهيكون فيه هايبر ماركت غير كارفور ماركت اللي تم افتتاحه بالفعل في سبتمبر. كل ده والبروج لسه في المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، وده اللي بيخلي البروج مجتمع عمراني مثالي ينبض بكل مظاهر الرقي والفخامة، ويلبي متطلبات الباحثين عن التميز والرفاهية في بيئة صحية آمنة.